صباح الخير. النهارده هكلمكم عن تحذير، او هقول لكم على تحذير كده لازم تخلي بالكم منه، وهو اضرار تقديم اللب، وخصوصا اللب السوري للطيور. كلنا عارفين ان اللب بنقدمه كوجبه خفيفه كده ووجبه مثاليه للعصافير بتاعتنا، ولكن في شويه مشاكل بتحصل من اللب، وخصوصا اللب السوري، وبيندرج تحتيه باقي انواع اللب اللي بنقدمها. معظمنا عارف ان الكوكاتيل والفشر والروز، واوقات طبعا البادجي، بنقدم لهم اللب وبنعتبرها من الوجبات الجميلة وهم بيحبوها جدا. اللب على قد ما هو ليه فوائد، وهتكلم على فوائد اللب السوري او اللب بانواعه بالنسبة للعصافير، وهنعمل كومبير او مقارنة ما بين فوائد واضرار تقديم اللب والمخاطر الرهيبة اللي بتحصل للعصافير عندنا من تقديم اللب. فخلي بالكم من النقط اللي انا هكلمكم فيها دي، وشوفوا بقى انتوا في الاخر دماغكم هتوديكوا لفين وهتعملوا ايه، ونصيحتي الاخيرة هقولها لكم. بصوا يا جماعة، اللب السوري او اللب بكل انواعه، اللي هو في اصل لب بلدي واللب السوري، وفي لب بيبقى ابيض كده صغنن اللي هو عامل بنسميه الارطب. كل انواع اللب دي بتبقى مفيدة. ليه هكلمكم بس دلوقتي عن اللب السوري. اللب السوري من فوائده الجميلة اللي بتبقى للعصافير بتاعتنا ان هو غني بالعناصر الغذائية، يعني في شوية من الكالسيوم معقولين، في فيتامين ه وفيتامين بي، وخلي بالكم ان في كمان مجموعه فيتامين بي كامله، مش حاجه منها واحده بس، لا كامله. كمان طبعا اللب السوري او اللب بصفه عامه فيه نسبه كبيره من السيلينيوم المعدنيه، وكمان فيه دهون صحيه مشبعه، تمام كده. طيب كمان فيه فيتامين ه، وكمان في بوتاسيوم وزنك ومنجنيز، وفي حمض الفوليك، وحمض الفوليك ده يعني من اروع الحاجات اللي ممكن تكون موجوده فيه. طيب نسبة الألياف كمان اللي بتبقى موجودة في اللب دي بتبقى روعة وممتازة للعصافير. بس عايزة أقول لكم على حاجة بقى، هنيجي للأضرار اللي هنتكلم فيها بالنسبة ممكن تصيب العصافير بتاعتنا، وهي دي موضوعنا النهاردة، إن هو إن أنا بحذركم وبحذر نفسي قبليكم من تقديم اللب بالنسبة للعصافير. اللب للعصافير، بصوا خدوا بالكم من حاجة، ان اللب فيه زي ما انا قلت لكم 44 في نسبة 44 من الدهون المشبعة، كمان فيه قلت لكم نسبة من الكربوهيدرات ونسبة كبيرة من الالياف. هنيجي على النقطة الخطر، وهي ان 52% من اللبة دي نفسها فيها زيوت، وزنها زيوت. فبصوا بقى النسبة اللي هتبقى موجودة من الألياف والمعادن هتبقى قد ايه. نسبة 52% يا جماعة ما تستهونوش بيها. ال 52% دي يعني كل جرام منه هيساوي 9 سعر حراري. فانتوا لما بتدوا بعشوائية شوية، وانا كنت زيكم زمان بندي مثلا 10 جرام من اللي هي اللب، اضربوا كده 9 سعر حراري في 10 حراري بنديه للعصافير. انتوا متخيلين كمية السعرات الحرارية اللي العصفور دي اخدها قد ايه؟ فطبعا دي لازم هتزود له زيادة في الوزن، وهتزود تلييس. تاني حاجة، جرب انت كهاوي كده تقعد تاكل شوية لب زيادة عن اللزوم او زيادة عن طاقتك، هتلاقي نفسك حصل لك نوع الزيوت دي طلعت على المريء، وحصل لك ايه؟ حصل لك شبه كده، مش ارتجاع طبعا، حمو. بنسميه في مصر هنا بيعمل حمو. ليه؟ لان الزيت كتير، تمام كده. تاني حاجة بقى، ولا تالت حاجة من خطورة اللب ده على العصافير، قلة نظافة اللبة نفسها. وهنا بالله عليكم اسمعوا الكلمتين دول بتأني وبهداوة كده معايا، عشان ان شاء الله تستفيدوا. بصوا، اللب اللي احنا بنجيبه ده من عند الراجل، اللي هو احنا ده بقى مش لب مملح، بس فيه نسبة من الاملاح وهتكلم عليها بعد كده. اللب اللي بجيبه ده من عند العطار، حطه في ايه؟ حطه في شوال ومعرض للاتربة ومعرض للبلاوي اللي في الشارع. طيب هل انت متخيل ان احنا لما بناخد اللب ده كده من عنده وبنيجي بنحط منه الكمية، احنا كرم بقى بنحط منه 10 و15 جرام، وانا كلمتكم على الكمية الزيادة منه بتعمل ايه؟ النظافة البذور دي، هل انت متأكد ان البذور دي نظيفة؟ هل انت متأكد ان ما جاش عليها دبان وباض؟ هل انت متأكد ان هو ما حصلش ثقب من سوسة ودخلت باضت وعملت دودة جوه القشرة دي، واحنا كده مغيبين بنروحه؟ انا عن نفسي والله كنت بعمل كده،
وكنت بحطه يعني انا واثقه من الحاجه اللي انا شارياها، بس مش باخدها انقيها زي زمان زي ما كنا بننقي الرز ونطلع الرزايه اللي مسوسه من الجنب ونطلعها. لا، احنا دلوقتي بناخد حبه اللب كبشه بنحط للعصافير. وفي حد كنت سمعته قريب بيقول لك انا معيش عصافيري، بيقسم بالله انا معيش عصافيري على اللب بس، ما احطش في لارس وبالكا. يا اخي اتقي الله، هتعيش عصفور زي الكوكاتيل ازاي على اللب على طول؟ ده انت مدمره، وهقول لك بيدمروا على المدى البعيد. يعني قد ايه بنقدمها او بنقابلها مع عصافيرنا، ان هم ممكن ياكلوا حاجه من دي على المدى البعيد يبان تاثيرها. تمام، في حاجات زي كميه الزيوت اللي في الحبوب دي، لو طائر معدته تعبانه او مش متظبط ممكن تلاقيه على طول عمل لك ترجيع من الزيت الكتير. تمام، طيب كون ان الحبايه دي بيكون عليها تراب، حبايه اللب السوري او اللب العادي او القرطم او المشابه، بيبقى عليها اتربه، بيبقى عليها بيض من الدبان، مش طبعا مش هناخد بالنا منه. ممكن حشره تخترق القشره نفسها وتدخل على الثمره اللي جوه وتعيش وتتكاثر جوه، ويجي العصفور عندك ياكلها. كمان ممكن يكون عليها سموم فطرية نتيجة ان الحبوب دي مش مخزنة بطريقة صحيحة. بمناسبة الجو الحر اللي احنا فيه، هيظهر لكم في الفيديو دلوقتي ازاي هتعالجوا الحبوب اللي عندكم. لو انتوا جايبين مثلا كمية كيلو 2 3 10، ازاي هتقدر تخزنها في وقت ارتفاع درجات الحرارة او التخزين بصفة عامة ببعض حاجات البسيطة جدا لازم تحطوها اليومين دول. ارتفاع درجات الحرارة بتسبب فساد برضو للحبوب، وبتظهر بعض الحشرات في الحبوب، وهيظهر فيديو في الاي بيتكلم عن الحشرات دي وازاي بنتخلص منها وازاي بنتجنب وجودها على الحبوب بتاعتنا. خلي بالكم من ارتفاع درجات الحرارة على الحبوب، خلي بالكم. طيب تاني حاجة ممكن واحنا بنكبش الكبشة دي، ممكن ما يكونش السوس ده او الحشرات دي او الديدان دي موجودة جوه الحباية او اللي هي اللباية، ممكن تكون في جملة الحبوب اللي عندنا. وانت بتيجي تفضي حبة من الكيس او تاخد حبة بايدك وتحطهم في الاكالة، ما انت شايف اذا كان في دود حي موجود ظاهر جوه الحبوب دي، بعض الاتربة زي ما انا قلت لكم، بعض البيوض من بيض الدبان والكلام ده كله موجود على الحبوب، هيبتدي يعيش. يا سلام بقى لو كان في سوس، والسوس هيطلع من الاكالة، هيطلع على البياضة، هيطلع على طيورك، هينزل على أرضية القفص، هيدخل على الأكل الأساسي بتاعهم سواء الطري أو الجاف. فخلي بالكم بالله عليكم، تخلي بالكم من اللب. كمان من أضرار اللب أو اللب السوري كمان بالذات، نسبة الزيوت اللي موجودة فيها زي ما قلت لكم بتعمل اللي هي زيادة في الدهون وزيت. يعني لاحظوا ان في عندنا الزيت اللي احنا بناكله ده او بنحطه على الاكل، في زيت عباد الشمس او دوار الشمس اللي احنا بناخد منه اللب ده، فانتوا متخيلين كمية الدهون اللي انتوا بتمدوا بيها الطيور بتاعتكم عشوائي. خدوا بالكم كمان ان اللب ممكن يسبب امراض معوية فظيعة بالنسبة للطيور، ودي انا لاحظتها كتير مع العصافير، انك لما بتاكل اللب السوري بكثره للعصافير، وهقول لكم دلوقتي النسبه الصحيحه ان انت تقدمه ازاي وامتى كمان توقفه، بتسبب امراض معويه، بتلاقي اسهالات رهيبه عند العصافير عندك. ويا سلام بقى لو كان عصفورك اصلا من اساسه هو كان عنده اسهال، وانت ما انتش واخد بالك او مش عارف اضرار اللب على العصافير ايه، وتروح مقدم له شويه لب. لما بتقدم له شويه لب زي دول وهو عنده شويه امراض معويه او اضطراب معوي او اي مرض معوي، اسهال، الكوكسيديا، السالمونيلا، الكلام ده كله، هتلاقي اسهالات فظيعه فظيعه. الزيوت اللي هو زيت عباد الشمس او اللب ما بتقدمهوش وتقولي طب ضحى ما انت قلت لنا في فيديو قبل كده ان احنا بنقدم بعض انواع من الزيوت بنقدمها لتنظيف الحويصله والامعاء عند الطيور، هقول لك طبعا. زيت الزيتون لما بتقدمه للعصافير عندك وعندهم اي مرض معوي بينزل، بيغسل الدنيا دي كلها وبينزلها. في زيت كمان، في انواع زيوت، انا كلمتكم عن الزيوت المهمه اليومين دول اللي استخدموها تظهر في الاي، في انواع من الزيوت بتعمل تنظيف للحويصله والمعده عند العصافير، ولكن زيت عباد الشمس مش من ضمنهم، خلي بالكم. ولو هترجعوا لفيديو مجموعه الزيوت اللي انا عاملاها مش مدخله فيها زيت عباد الشمس، لان زيت عباد الشمس بيأثر وبيزود الاسهالات والامراض المعويه عند الطيور، يعني ممكن يسبب لهم ترجيع وممكن يسبب لهم امراض معويه. الامراض المعويه هتيجي من كثره الزيت اللي فيه، الامراض المعويه هتيجي من التلوث اللي الحبايه دي موجوده فيه. خدوا بالكم بقى كمان من حاجه،
ان احنا طبعا بنقدم اللب دوت ما بيبقاش المملح، ولكن في حد هنا هيقولي طب انا مش بقدمه مملح هجيلي منه كمان امراض، اقولك اه ده ممكن يصيب الكلى عند الطائر بامراض خطيرة فيها، لان ممكن يعمل تكاسل في الكبد وفي الكلى عند العصفور عندك، تكاسل في الكبد بسبب وجود الزيوت الكتير، وتكاسل في الكلى لان هو في نسبه من الاملاح المعدنيه عاليه، فكثره ان انت تقدم املاح عاليه على للطائر فبتصيب الكلى بخمول، وخمول شديد جدا جدا. عشان كده لو بتقدم على طول اللب هتلاقي ان الاخراج عند العصفور عندك حاول الاخراج نفسه اللي هو اللون الاسود دايما بنلاقي جزء ابيض خفيف، اذا زاد الجزء الابيض دوت مش ابيض شفاف ابيض ابيض تعرف على طول، لو ده زيادة قوي هتعرف على طول ان الطائر عندك هنا عنده مشكلة في الكلى، فلازم هتدي وقتها غسول كلوي بيولوجي. تمام كده هيكون الافضل البيولوجي، لان البيولوجي بيجمع ما بين منشط للكبد وغسول للكلى، فده بيبقى افضل حال يعني افضل في تقديمه للعصفور. تمام، هضيف لك معلومة صغيرة للهاوي اللي بيحب يفهم المعلومة من اساسها، ان نبات عباد الشمس اصلا بيمتص من التربة عنصر هو اسمه عنصر الكادميوم. عنصر الكادميوم ده يعتبر من العناصر السامة بالنسبة للانسان وبالنسبة للطيور برضو، فنخلي بالنا ان العنصر ده اصلا يعني عنصر سام جدا جدا، ممكن يأذي الكبد ويأذي الكلى وبيأذي القولون وبيلوث، بيعمل تلوث عام في جسم البني ادم او الانسان بصفة عامة، فنخلي بالنا من النقطة دي. عشان كده كمان برضو هنبهكم واديكم معلومة كده على الماشي، عشان كده احنا بنحاول نقلل قوي 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 من حكاية طحن بذور الكتان. دايما بصوا لاحظوا كده دايما يقولوا لكم ايه، خد الكتان على حاله زي ما هو، لو ايه عايز تحطه على الزبادي وتاكله خده زي ما هو، ما فيش حد مننا مرة قال اطحن بذور الكتان بالنسبة للعصافير. ليه؟ لان برضو عنصر اللي هو بذور الكتان بتحتوي على برضو عنصر الكادميوم ده، والعنصر ده يعني زي ما انا قلت لكم سام بنسبة كبيرة جدا جدا، يعني بصوا مش عايزة ادخلكم في حاجات كده تقيلة، يعني المهم ان ما تحاولش ابدا ولا تطحن قوي اللب فيه، هو بيطحنوا اللب ده طحن خفيف يعني قوي جدا جدا علشان يخلوا البادج ياكله. انا عن نفسي كنت بطحنه باخده ضربة واحدة بس بحيث ان انا اطلع الثمرة من الحباية، لكن فيه هو بيطحنوا قوي اللي هو بذر اللي هو اللب ده، او بيطحنوا اللي هو بذر الكتان ويقدموه للعصافير، فخدوا بالكم ان الحاجتين دول ضارين وسمين جدا 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 بالنسبة للعصافير، فبرضو نخلي بالنا من الجرعة، لازم تخلي بالك من الجرعة، لان ادام بنحذر منه يبقى احنا نتعامل معاه بحذر شديد. طب هنعمل ايه؟ عندك من 50 لـ100 جرام ممكن تضيفهم على 3 كيلو من الحبوب. هتقولوا لي ضحى ليه على الحبوب؟ اقول لك على حاجة، لما بتضيفهم على الحبوب وبتدربهم على بعض فكل اكلة لما بتيجي كده تاخد منها شوية ما بيطلعش غير 3 أو 4 حبايات في الاكلة دي، فتلات اربع حبايات بالنسبة للعصفور، وان هم ياكلهم ديلي كل يوم كل يوم مفيش مشكلة، غير لما انت تعمل له اكلة كأنك حطيت له طبق بسم الله ما شاء الله من الزيوت وقول له تعالى كل، هيقول لك تعالى بقى خد عندي شوية اسهالات وعندي ترجيع وعندي تليث وعندي مشاكل وعندي سموم في الكبد وسموم على الكلى وكسل كبد وكسل كلى، دخلت في امراض ملهاش اي 30 لازمة، ونرجع نقول العصافير بتتعب مننا ليه. طيب يبقى انا بقدم من 50 لـ100 جرام على 3 كيلو وخلاص على كده، وبقلبهم تقليبة حلوة، ورجاء رجاء اللي هيستخدم اللب خد اللب اللي انت عايزه حطه على ورقة كده ونقيه. للأسف ان انا هقول لك اقعد نقي الـ50 جرام دول، 50 جرام دول يعني 5 معالق شوربة، مش صعبة بالنسبة لنا، وبتبص في الحباية شمال ويمين كده وسمي الله وتوكل على الله واديها للعصافير، غير كده مش هنهرج وندي عصافير، ندي لب عليه دود عليه حشرات عليه يرقات عليه بلاوي زرقاء عليه أتربة عليه. هتقولي هحط عليه فايلكس، هقولك تمام دن، بس مش هتستخدمه غير بعد 3 أيام من استخدامك للفايلكس هتبتدي تحط الأكل ده للعصافير، واعتقد ان انتوا مش هتعملوا كده. تمام، طيب هل هو في ضرر بالنسبة للعصافير الزغاليل الصغيرة لو هتقدمه عشوائي زي ما انا قلت؟ اه طبعا ان هو في ضرر، لان العصفور الكبير هيأكل العصفور الصغير فهيبقى نفس الميكروب او الفيروس اتنقل
او مش الفيروس بقى، يعني الامراض اللي اتنقلت المعويه هتتنقل من الاهالي هتتنقل للزغاليل الصغيره، واحنا مش ناقصين خسائر، خسائر في ارواح العصافير اللي احنا مسؤولين عنها، وخسائر ماديا. فده كان يعني ده رأيي، ان انا عن نفسي، انا عن نفسي خلاص، انا يعني خلاص بشتري دماغي من شراء اللب دوت، انا مش عايزه اوجع دماغي ومش عايزه خساره بالنسبه للعصافير. وخدوا بالكم بقى من حاجه، ان احنا في فتره الصيف مش محتاجين ان احنا نقدم زيوت تقيله كده، هو يعني دهون مشبعه مش بتضر قوي يعني العصافير، ولكن دهون. فنخلي بالنا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واكتبوا لي في الكومنتات لو في اي معلومه مش واضحه بالنسبه لكم، اكتبوا لي وانا هوضحها لكم، يا اما فيديو جديد يا اما رد في الكومنت نفسه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي بكره بامر الله. باي باي.